بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثم بعد، ربنا ثبت اقدامنا واحسن طاعتنا اياك واجعلنا نثق بوعودك ونعتز بمحبتك ونتخلص بأخلاق ارتضيت على خلقك. آمين يا رب العالمين. أحذر المنافسين والكافرين مما سيقع بهم جراء سوء سلوكهم إزاء الله سبحانه وتعالى. ومن الطرق التي ذكرت هذه القرآن وسأعيد إلى ذاكرتكم أوائل آيات سورة الفتح. يقول ربنا جل جلاله وعما نوال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ولن ينزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض جنود الطبيعة كلها لا يعلمها إلا الله حتى مجاهدينك في كل وقت بعد عليكم سلطان كل وقت بعد عليكم تزرقوما وهيما أو إلى العقل. ولن ينزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم سواء دائما الأحمر كما يا رب نكبر لنصر الأساتذة إيمانا ولن ينزل السكينة في قلوب المؤمنين مع إيمانهم إيمان. النصر على الشيطان نحن السكينة فنحن السكينة نطمح إلى أكثر سكينة أخرى لأن ذقنا طعمها وعرفنا خلالها فنستزيد من نعم الله في هذا المجال. ولن ينزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هذا الكل قال ربي ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم يكفر قدر يقرب سيئاتنا حسنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله غنى السوء عليهم دائرة السوء غضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وسائر مصيرهم. أعرف أن تنزلكم يا منافقين يا كفار كلام الله وضع لا فائدة في السيادة. السلام على من تبع صراط الله.